بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. أيها الأحبة الكرام، أيها الحضور الفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم زحزحنا جميعا عن النار وأدخلنا الجنة. ويقول عز من قائل: أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، رجئت هذه الأسرة، أسرة أخينا شهاب، في فقيدها الذي لبى دعوة الله واستجاب لندائه ليلتحق بالرفيق الأعلى الذي سنلتحق به جميعا عندما ينتهي أجلنا وتنتهي أرزاقنا. أيها الأحبة الكرام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظان، الواعظ الناطق الذي هو القرآن الكريم الذي تلا آيات منه هؤلاء الفقهاء الأجلاء، والواعظ الصامت الذي هو الموت، الموت الذي ينهي كل شيء، ينهي ألم المريض وينهي معاناة الذي يعاني، وينهي فقر الفقير، وينهي غنى الغني، وينهي تجبر المتجبر. لذلك علينا أن نعمل لذلك اليوم، يوم ترك الدنيا والالتحاق بالآخرة، ليحسد كل واحد منا ما قدم لآخرته عندما كان حي يرزق. إخواني الكرام، يجب علينا أن نتعظ من الموت. إن الشيطان لعنه الله ينزع بين الأحبة والإخوة والأصدقاء وبين الأمم والشعوب، وهو أقسم بالله عز وجل متأدبا مع الله سبحانه وتعالى عندما قال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين. إن مثل هذه المناسبات يجب أن تكون بداية لنا لعهد جديد مع الذين تخاصمنا معهم وقاطعناهم وأنشأنا عداوة ما كان يجب أن تكون. يجب علينا أن نلتزم بالنص القرآني الذي يدعو إلى الصلح وإلى الإخاء مصداقا لقوله تعالى: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقاها، ما يرجها، ما يدخلها الجنة، يعني الكلمات تتحدث عن الجنة. اللهم وفق بيننا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. باسمي ونيابة عنكم أيها الحضور الكريم، نتقدم بأخلص التعازي وأصدق المواساة لهذه الأسرة الكريمة في فقيدها تغمده الله برحمته وجعله من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمرسلين، وجعله من الذين قال الله في شأنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الحبيب مصطفى كذلك: عندما يموت ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث حوايج: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد يدعو له. فعلينا أن نجدد الدعاء لأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا والذين غادرونا لدار البقاء، لأنه في قبورهم في روضاتهم لا حول لهم ولا قوة، إنما ينتظرون وصول الدعاء إليهم. فيا رب اللهم ارحم جميع أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحم الراحمين، وفق بيننا، اللهم لا تخذلنا ولا تخزينا ولا تسلط علينا غضبك ومقتك يا ارحم الراحمين. واترك الميكرو للساده الفقهاء ليعطوا يعني دعاء الختم لاحد الاجلاء المتواجدين هنا، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله.